فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: باع أخي قطعة أرض ليشتري غيرها في مكان آخر، فهل إذا مر على هذا المال، إذا مر عليه عام ولم يشتري أرضا بعد، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ نعم، إذا كان عنده نقود تبلغ النصاب أو أكثر تم عليها سنة تجب فيها الزكاة، يخرج منها ربع العشر، سواء يريدها لزواج أو يريدها لقضاء دين أو يريدها لشراء شيء آخر، وجبت فيها الزكاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.